الرعاية الاجتماعية، رسالة عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج عطوفة أمل نادر الريحاني مدير عام مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام، والتي تحدثت عن تلك المؤسسة التي حظيت باهتمام ورعاية المغفور له الملك الحسين بن طلال والملك عبد الله الثاني. كما أشارت الريحاني إلى الرعاية المتكاملة المقدمة للأطفال من قبل المؤسسة وتوفير ما يلزمهم من احتياجات أساسية لضمان تنشئتهم بشكل سليم. المزيد في هذا الحوار. يعني تكتمل أنوثة المرأة وأمومة الأم بالرعاية. أكيد. كيف نرى نحن في مؤسسة أنت تشرفين عليها، كيف ترين دور إدارة المرأة في رعاية الأيتام؟ ما هي ملامح المرأة التي ينبغي أن تكون منخرطة في هذا العمل؟ المرأة لازم تكون زي ما خلقها ربنا، كتلة من القوة وكتلة من الحنان. القوة والقدرة اللي أعتقد على مع احترامي الشديد لكل رجال العالم وعلى رأسهم يعني والدي العزيز، لكن المرأة القدرة اللي عندها مش موجودة عند أي شخص آخر، وأكبر دليل قدرتها على تحمل آلام الولادة والإنجاب. هلا صار في مساعدات كثيرة، لكن في البداية لما ربنا خلقها كيف كانت بتقدر إنها تتحمل هاي الآلام وتستمر وتكرر هاي التجربة؟ هاي لحالها تجربة مش أي حدا بيقدر يتحملها. لازم تكون في هاي القدرة من أن تكون متماسكة وتكون قوية. الخادمة في مؤسسة الحسين لازم تكون امرأة قوية حتى تتحمل الضغط النفسي والاحتراق الوظيفي والنفسي اللي احنا بنشوفه يوميا باستلام أطفال من فئات وبيئات مختلفة مؤلمة. بنسمع قصة أو بنقرأها على وسائل التواصل الاجتماعي أو من جارتي أو على التليفون أو على الواتساب، بنقعد نبكي. فما بالك إحنا هذه القصص إحنا من نقوم برعايتها والتعايش معها والاهتمام بها ومعالجتها للوصول فيها لأفضل وضع. فلازم تكون كتلة من القوة وكتلة من الحنان لحتى تحتوي هذا الطفل. دائما الفقد تعويضه صعب كثير وأكبر من حجمه. يعني أنا فقدت كمية معينة، حتى تتعوض هاي الكمية أنا محتاجة لشيء أكبر منها، دائما العوض أكبر من الفقد. نعم. فالأم في مؤسسة الحسين سواء كانت أم أو مربية أو خادمة في جوانب فنية أو إدارية، ممرضة، طبيبة، أخصائية نفسية، أخصائية اجتماعية، أخصائية تربوية، مشرفة، معلمة أنشطة، عنا أتمنى أني ما أكون أغفلت أحد الجوانب، مسؤولة عن الأمور الإدارية والمالية والنظافة، الغسيل، كل الأمور التي بتقوم فيها المرأة في مؤسسة الحسين. لازم هذه القدرة اللي تكون عندها تقدر إنها تكون في نفس القوة وفي نفس الوقت في نفس الحنان تقدر إنها تحتوي هذا الطفل. مش إشي سهل أبداً. يعني من تعمل في مؤسسة رعاية أيتام مثل هذه المؤسسة العتيدة، مؤسسة بر عظيمة وتقترن باسم عظيم، أكيد ينبغي أن تجمع ما بين القوة والحنان. أكيد. الأم نعم. الأم بدها تكون قوية وبتكون حنونة حتى تنتج جيل صح. نعم. إذا اختل الميزان بده يكون في خلل في البيت. أنا لو اختل ميزاني مع أبنائي، أنا أم لتوأم أطفال شباب ما شاء الله، الآن هم في التوجيهي وإن شاء الله ربنا بفرحني بفرح كل الأهالي في نجاح أولادهم بالمعدلات اللي بتمنوها. إذا أنا اختل ميزاني معهم في إني أكون حنونة لدرجة الدلع وليس الدلال، وهذا ما تعلمته من والدتي. أنا بكون بحنونة، بقدم الرعاية الكاملة وباجي على حالي وأنا مريضة، والدتي كانت تغفل كل الأمور التي تخصها في مقابل إنها تقدم لنا كل الرعاية. يعني إحنا كنا على حسابها، لكن ما بتوصل لمرحلة الدلع لأني أنا بأذيه. بنفس الوقت يعني بدي يكون في توازن، بدي يكون في حب وبدي يكون في حزم حتى أنا أنتج إنسان سوي
وإنسان متزن حزم الوالدي ومتحمل لمسؤولية الحزم الوالدي نعم.